كانت واضحة في مخها، لكن كانت ريزناب. نتذكر 6 أوت، فكرت 6 شهور بعد 6 شهور بعد ما قتلوا شكري بالعيد. وقتها كانت الدنيا خايفة بالكدي، كانت معانا أنا وسلمى بكار، وكانت تتهدي في الليجان اللي كانوا بشيهجموا على المجلس. وقتها كان فما عندهم أوردر دو تيري، وهي قالت لين نعملوا كل شيء ما ندخلوش. من كانت واضحة في مخها ما نزمش ندخلوا المجلس. الله يرحمها كي ماتت ممكن بعثت رسالة واضحة يا ناس تلهيو بالسيرفيس بيبليك، تلهيو بالسيرفيس بيبليك، على خاطر بيان سور ان الأعمار بيد الله. اما كان مشيت ممكن داوي في بلاصة أخرى، ممكن راهي مازالت. اما هي قررت رفضت على خاطر تحب تقول يا ناس راهو سيرفيس بيبليك سي لا شوز لا بليز امبورتون، وهذا اللي يلزمنا الناس تعظ منه. الله يرحمها وان شاء الله برشا ناس يكونوا كيف لينا تقعد ايكون بتاع حرية التعبير، حرية كل شيء، مساوات، رغم المرض متاعها والتعب ديما واقفة في كل حاجة، هي الأولى في كل حاجة. إن شاء الله هي ما تنساش، وإن شاء الله آلاف اللي نات يطلعوا. هذاك شو نقولوا، نهار حزين اليوم، نهار حزين برشا ناس كيما طاهر لباسي، كيما بدي بالناصر، ولينا الناس الباهين الكل مشاء. يظهر لي فما حاجة إن شاء الله ربي يرحمهم. ساعات الكلام ما ينجمش يعبر على شو نحسوه.